بيكم في أول حلقة من برنامجكم بنفكر سوا. الحقيقة حلقة النهاردة بتتكلم عن بعنوان أفكارك مش ببلاش، عامل بسيط في مصنع بينقذ المصنع ده من الإفلاس. في يوم من الأيام كان في مصنع مشهور جدا في إيطاليا وكبير جدا بقاله سنين شغال، مشهور إن هو بيصب الصابون جوه العين. المصنع ده آخر كام سنة طلع عليه سمعة مش كويسة بسبب إن الزباين بتشتري علب الصابون وتلاقيها فاضية. بسبب السمعة اللي مش كويسة دي قعد صاحب المصنع مع المديرين بتوعه طلب منهم اقتراحات عشان يلاقوا حل للموضوع ده. بعد اقتراحات كتير واخدان الرأي و اقترح عليه المدير ان هو هيدفع $200,000 عشان يصلح العيب الموجود في المكان. طبعا الاختيارات كانت محدودة جدا وصوت صاحب المصنع، فقرر ان هو ياخد القرار ده خلاص. بعد ما القرارات خلصت وبعد ما الاجتماع خلص دخل عليه عامل بسيط وقال له انا عندي استعداد اصلح لك العيب الموجود في المكنة و$100 بس بشرط اخدها دلوقتي. صاحب المصنع اندهش من الثقة اللي كان بيتكلم بيها في العامل البسيط وقال له انا موافق بس بشرط لو ما صلحتش العيب اللي موجود في المكنة هخسر $100 دول من مرتبك. قال له موافق، وبالفعل صاحبنا اخد $100 وخرج. وجي تاني يوم طبعا صاحب المصنع حكى لمديره ومدير الاقسام والخبراء على اللي حصل امبارح، كانوا قاعدين مندهشين ومستنيين بفارغ الصبر ايه اللي هيعمله العامل البسيط. دخل عليهم العامل البسيط ومعاه مروحه، حط المروحه على جنب وراح قام مشغل المكنه بتاعه صب الصابون وقام حاطط المروحه قدام المكنه، وبعدين المكنه بدات تصب الصابون اللي موجود فيها جوه العلب والمروحه بدات توقع اي علبه الصابون ما بتحطش جوه العلبه، فبالتالي العربية بدأت يدخل لها الشحنة الكاملة، العلب كلها فيها صابون، مفيش ولا علبة دخلت العربية فاضية، وبالتالي رجعت سمعة المصنع زي الأول وأحسن، والعامل البسيط مش بس أخذ $100، لا ده صاحب المصنع كمان كافئه. مع بعض نربط عنوان الفيديو بالقصة اللي أنا لسه حكاها من شوية. العامل البسيط ده اختار التوقيت المناسب، اختيار التوقيت المناسب لشرح الفكرة. هو جاء بعد ما صاحب المصنع كان خلاص اخد قرار ان هو هيدفع $200,000 ويصلح العيب الموجود في المكان، جاء له انا عايز منك $100 بس واصلح لك العيب. ده كان اول حاجه. الحاجه الثانيه، العامل البسيط ده قدر فكرته كويس جدا قبل ما ينفذ اي حاجه، وهو ان اخد حسابه قبل ما يصلح العيب اللي موجود في المكان. الحاجه الثالثه والاخيره، ساعات جدا بيكون الاهم من شرح الفكره تنفيذ الفكرة على شكل نموذج وتوريها اللي انت عايز تعرض عليه الفكرة. يعني بالبلد يا جماعة، لو عندك فكرة او عندك اقتراح اطلع قولها من غير ما تخاف، بكل ثبات وتواضع. ودي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج بنفكر سوا.